قدمت عدد كبير من الأفلام والمسلسلات، آخرها كان في رمضان اللي فات في مسلسل راس الغول وستكم راجل وست ستات. بدايتها الفنية كانت في مجال الإعلانات قبل ما يقدمها المخرج إسماعيل مراد للسينما سنة 98 في فيلم أرض أرض، وبعدها بسنة شفناها في الدراما لأول مرة في مسلسل همام يبحث عن همام. قدمت أدوار ناجحة كتيرة، منها مع يسرف في مسلسل قضية رأي عام، ودور تحية زوجة جمال عبد الناصر في مسلسل ناصر. لقاء الخميسي هي ضيفتنا النهاردة في ستار تراك. على انستجرام عندها أكتر من 120 ألف فولور، ومن آخر الحاجات اللي نشرتها هي صورة بتقول فيها لمتابعينها عن مشاركتها قريب في برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي. ومن فترة نشرت صورة بتعايد فيها أشرف عبد الباقي بعيد ميلاده وصفته بوش السعد. لقاء بتهتم جدا بالرياضة وبالأزياء، وأكتر حاجة بتلبسها على الموضة هي السانجلاسز، وشكلها بتحب صور الميرور سيلفي. على الفيسبوك عندها أكتر من 312 ألف لايك، ومن آخر البوستس اللي نشرتها هي التعزية في شهداء الجيش المصري، ونشرت صور من حفلة مكتبة الإسكندرية اللي شاركت فيها مؤخرا، وكمان بتنزل صور من الفوتو سيشنز اللي بتعملهم، وبتشارك متابعينها بصور من يومياتها. أما على تويتر فما عندهاش أي صفحة رسمية،